من حق كل بنت وكل ست انها تدلع نفسها. وانا ادلع نفسي ازاي؟ ادلع نفسي لما ادلع بشرتي، لما ادلع جسمي. الحقيقة الواحد بيهمل ساعات يعني مشاكل الحياة وبيخليكي تنسي، ممكن ما تنسيش تحطي مكياج لكن تنسي تعملي عناية ببشرتك، وعناية بشرتك هيخليكي وشك نضر وأقل مكياج يبان إنه وشك صحي ومظبوط، ما فيهوش تصبغات، ما فيهوش لون ولون. يعني العناية بالبشرة دي الحقيقة أنا شايفة إنها حق كل ست. هنفهم أكتر من خلال الجميلة دكتورة هبة ياسر، دبلوم التجميل والليزر من جامعة عين شمس. يا دكتور ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه القمر ده؟ ده انتي اللي قمر والله. دلوقتي احنا كستات وكبنات الحقيقة، طبعا كبنات بيهملوا بشرتهم، يقولوا احنا لسه صغيرين ما يعرفوش ان احنا غلطة. طبعا غلطة زي ما احنا غلطنا. لو اهتمينا من واحنا صغيرين ببشرتنا احنا بنأجل فكرة الشيخوخة في بشرتنا. منتجات بينكي الحقيقة ما حرمتناش من حاجة، يعني عملت لنا كده مجموعة مش عايز أقول أدوية، منتجات عناية بالبشرة وتصحيح لكل العيوب اللي فيها وعناية بالجسم كمان والجسم زي ما حضرتك قلتي بالظبط. أيوة. والمسألة بسيطة، أنا هجيب الست جنبي كده وابتدي أهتم بنفسي، أدي لنفسي في اليوم المي تايم 10 دقايق. المي تايم اللي انت بتقولي عليه ان كل ست تدي لنفسها المي تايم بتاعها ده وقتها علشان خاطر هتحافظ على نفسها قدام. وحضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، البنات الصغيرين عندهم فكر غلط ان انا لسه صغيره لما باكبر ابقى اهتم. لا، ده زي الزرعه بالزبط. بشرتك وجسمك زي الزرعه، ارويه واهتمي بيه من وانت صغيره، هتضمني يبقى في نضاره طول الوقت بالظبط. لكن احنا دلوقتي بنشوف في شيخوخه مبكره في العشرينات وبتديها سن اكبر من سنها. هقول لك على حاجه، لان طريقه الاكل بتاعت البنات الحقيقه كلهم بياكلوا تراش فود، ده الحاجات اللي ما فيهاش، هي تراش فعلا. هي فعلا كلها حاجات مشروبات الطاقه، المشروبات الغازيه، القهوات بانواعها، ومعظم الوقت كمان هم بره في الشارع وشهم متعرض بقى للعوامل الجويه والاتربه ففعلا يعني يمكن واحنا صغيرين احنا كانت فرصنا احسن، احنا مكنونين في البيت. لا ده احنا بناكل دلوقتي اكل ماما خضار ورز ولحمه وبتاع، فالدنيا تمام. بس في دلوقتي ترند كده النو ميك اب ميك اب، وان البشره تبقى صحيه والحياه الصحيه الهيلثي لايف ستايل. فده اللي احنا بقى هنعرفه لهم النهارده مع روتين بينكي للبشره وللجسم، علشان خاطر نوريهم ازاي انك تحبي شكلك من غير ميك اب. لان لما بتبقى بشرتك مجهده مهما تحطي ميك اب بيبين عيوبها، بالعكس ده بيعجز بقى بالظبط، بيبين يعني العيوب صح جدا صح. فاحنا النهارده عايزين مع بينكي نقول لهم ازاي يهتموا ببشرتهم ويعتنوا بيها بطريقه بسيطه جدا بروتين العنايه بالبشره. تمام. واول حاجه ان انا لازم قبل ما اعتني ببشرتي بالكريمات او السيروم ان البشره تبقى نظيفه طبعا، علشان تتنفس، علشان المسام بتاعتها تنضف والتنايات وكل الحاجات دي. فدي اول خطوه عندنا الميسلر ووتر، وكل مره بناكد عليها قبل اي حاجه. يا جماعه لازم البشره يعني اجهز التربه كده زي ما صح بقول صح، البشره تبقى نظيفه. فده دور الميسلر ووتر. بقسم بشرتي بالظبط كده، ده بالالوفيرا وميه الورد، يعني ممتاز جدا، قابض للمسام، هينظف البشره وكمان مش هيسيبها ناشفه، وده مهم جدا، يرطب كمان بالظبط كده عشان الالوفيرا، لان في بعض المنتجات بتنشف بتنظيف البشره تنضفي بشرتك من هنا تحسي ان انت تبقي عايزه بقى مرطبات بعدها، ده انت عايزه يعني تحسي ان البشره بتقول لكم النبي اسقيني. لا لا، احنا بقى هنا الميزه في منتجات بينكي ان هي عامله التوازن ده، وكل منتج من منتجات العناية بالبشرة هو منتج كمان بيعالج. يعني قليل جدا لما نلاقي غسول لإزالة التصبغات، غسول للنضارة، غسول كده، لا هم كمان نجحوا بالمكونات اللي جوه الروتين بتاعنا انها تعالج مشاكل البشرة. تمام. فأول حاجة جهزت بشرتي ونظفتها بالميسلر ووتر، بعدها بقى مرحلة الغسول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. دول انا خمس شايفة انواع. بالظبط كده بالظبط كده، عشان محدش يقول بيناسب نوع بشرة ونوع لا. تمام. كل انواع البشرة متغطية معانا في غسول بينكي. في هتلاقي بالمشمش، هتلاقي بالتوت وخلاصه العرقسوس لازاله التصبغات، بالزهور المنعشه، بالاعشاب المهدئه علشان الناس اللي بشرتها متحسسه وبيبقى في اي تهيج في حبوب. فعندنا الغسول بيغطي كل مشاكل البشره. يعني لو انا عندي تصبغات وبقع غامق او عدم توحد لون البشره هستخدم اللي بخلاصه التوت والعرقسوس، لو عايزه نضاره هستخدم اللي بالمشمش، غير طبعا خلاصه الشاي الاخضر، مضادات اكسده بقى دي اللي بتحمي البشره من الشيخوخه. وطبعا ارقام التليفون هتبقى موجوده للتواصل اونلاين، هي الحقيقه موجوده واحنا حاطينها حاليا، فاي حد من البنات الحلوين او وهياخد خصم 30%.
خصم تلات. لا دي ما نعديهاش كده، لا دي لا بقى دي عن طريق التليفون هياخد خصم، وكمان الشحن هيروح له لحد البيت مجانا. طيب يا جماعه احنا بنأكد بقى عشان أيوة. المعلومه ما تتقالش كده مرور يعني الكرام. مره الارقام اهي قدامنا نصورها ليه؟ بدل ما اتعب نفسي وانزل اروح لحد الاجزخانه، لا انا هتصل بالارقام دي واقول لهم عايزه منتجات بنكي، عايزه كذا وكذا، واسال واستفسر كمان تقول مشاكلها بقى كمان، فرصه كمان ان انا فعلا الاقي حد يرد عليا اقول له انا بشرتي كذا ممكن فاستشاره مجانيه، توصيل مجاني، خصم 30% على اي منتج، على اي منتج من منتجات بينكي. ولو خدوا بقى الروتين على بعضه بتاع البشره هيتعمل عليه خصم 30% وهيوصل لهم لحد البيت. فاحنا كده استني بقى معلش انت كده يعني، طب انا لو عايزه حاجات معينه زياده مثلا خدي اللي انت عايزاه، لان احنا زي ما بنقول هو منتجات عنايه بالجسم يعني أيوة. هتلاقي حاجات للجسم، هتلاقي حاجات للمراه تحديدا للسنسيتيف اريا، هتلاقي حاجات للبشره، فهتلاقي لاينز كتيره جدا جدا تمام. تقدري تسالي الفريق الطبي هيوجهك. فتاني خطوه قلنا الغسول، اختار الغسول اللي بيناسب المشكله او اللي ينفع المشكله اللي عندي. عندي 5 انواع من غسولات بينكي موجوده، اللي عنده بشره حساسه، اثار حبوب، بقع غامقه، كلف، عدم توحد لون البشره، نضاره. عندنا كمان الغسول مش بينشف، لان انا عندي فيه كولاجين، فيه فيتامينات المضاده للاكسده، فيه العناصر اللي البشره محتاجاها علشان خاطر ترجع النضاره مره ثانيه. دي تاني خطوه الغسول. طيب في ناس بتقول بعد الغسول اول خطوه ايه؟ المسلر ووتر نضفنا، اللي بننضف البشره بيه تماما علشان أيوة. تبتدي تستقبل الغسول واي حاجه بشكل مظبوط. عايزه اتكلم عن الكريم بقى بعد الغسول. تمام، جهزت البشره نضفتها، ابدا بقى الكريم بتاعي. الكريم بتاعي مش بس بيعالج المشاكل اللي عندي، لا ده هو بيحفز الكولاجين مره تانية، وكمان بيرطب، لان انا عندي فيه شايا باتر بالظبط وكاكاو باتر، فهو بيفتح البقع الغامقه، بيديني نضاره لوجود فيتامين سي مضاد اكسده قوي جدا وبينور البشره، كولاجين علشان خاطر النضاره والتجاعيد والعلامات التعبيريه، ساليسين، وكمان هيرطب لي البشره لوجود زبده الشايا وزبده الكاكاو. فالكريم ده لو اي ست استخدمته، وانا بقول لها ده تحدي شهر، لو استخدمته مرتين يوميا هيعالج معاها اغلب المشاكل اللي هي بتواجهها وهيرطبها. ومش للوش بس. طب عايزه اقول لك على حاجه، انت عارفه ان الستات ناصحين المصريات وايه أيه؟ ويعني مدبرات بسم الله. هل ممكن ست بقى الناصحه ان انت عارفه يعني مش هشتري بقى مجموعه بينكي وانزل كمان تاني اروح اشتري الهاند كريم؟ لا ده هيكفر بقى، ما انا قلت لك، ما انا بقى لسه بقول ده ممكن كمان مش بس يستخدم على البشره، يستخدم على الكريم والجوع والكعوب والركب وكل الاماكن الجافه. لان كمان حضرتك عارفه ان الست برضو عيني بقى حتى لو عندها غساله اطباق لازم تقف على الحوض، لازم ايدينا في يعني المية. لازم تقف على الحوض ده امر طبيعي وتنظف وتعمل. فبدل ما يبقى استخدام بس للبشره انا ممكن استخدمه كمان كهاند كريم بالظبط طبعا، فاستفيد بكل العناصر المغذيه للبشره والمرطبه. واحنا في فتره دلوقتي بقى اخر الصيف وبدايه الشتاء، دي هي فتره العنايه ان احنا نعالج كل اثار المصايف. تمام، خلصنا الكريم بتاعنا. طيب خلال يوم بقى طبعا ما سيبش برضو بشرتي مش نظيفه، لا عند اي تعرض لاي حاجه بنضف بشرتي، ممكن استخدام الغسول اكتر من مره. طيب لكن طيب المستر ووتر نضفت بيها مره واحده في اليوم؟ لا ممكن لو بالليل، انا برضو بحط ميك اب في شغلي او بره انضف بشرتي ما فيش اي مشكله طبعا. تمام، في مرحله مهمه جدا وهي السيروم. كل الستات بتدور على سيروم فيه كولاجين، فيه هيالورينيك اسيد، فيه فيتامين سي. لا احنا التلات بالظبط، بصي بقى، فيه هيالورينيك اسيد وفيه كولاجين وفيه فيتامين سي، التلاته مع بعض، التلاته مع بعض موجودين وعاملين تحدي 20 يوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حضرتك مشيتي على الروتين وكنتي حريصه على استخدام السيروم قبل النوم هيفرق معاكي جدا جدا، وده فعلا عن تجربه، لان احسن حاجه السيروم امتصاصه على البشره هيدخل لي اللي انا بفقده من الهيالورينيك اسيد مع التقدم في العمر، هيحفز الكولاجين لان هو فيه كولاجين وفيتامين سي، هيزود تدفق الدم في الشعيرات الدمويه. حلوة. فده طبعا هيبقى ممتاز قوي على بشره منديه ميه، علشان خاطر السيروم بيبقى تقيل شويه، فلما البشره تبقى مبلوله كده شويه يعني اشطف وشي بميه وندي شويه ويعني انشف تنشيف خفيف مش يعني لا ما نشفوش على الاخر وابدا احط السيروم، فلما الجلد يمتص الميه هيقوم ممتص معاه السيروم بمنتهى البساطه. حلو جدا. وعلى فكره انا بحطه بيز للميك اب لانه بيشد البشره جدا، بحطه قبل الميك اب فبيبقى حلو عازل بقى، عارفه دي بقى نصائح الست المصريه. ايوه يعني شوفي بقى نصيحه
يعني انت بتستخدميه فما بيغيرش لون المكياج معاكي؟ لا، وبيحافظ على جلدي، بيعمل زي عازل، لان انت عارفه الميك اب كله مواد كيماويه. بالظبط. فبيعمل زي عازل ما بين جلدي وما بين الكريم الاساس بقى يعني والحاجات التانيه. ده لازم يبقى في شنطه او على تسريحه كل طبعا بنت. لو قارنتيه باي سيروم اقل كتير، وفي ثلاث حاجات: هيالورونيك، كولاجين، فيتامين سي. حلو جدا. طيب في بقى خطوه عشان ما نغفلهاش، الناس لازم تعملها، ستات ورجاله، بس احنا بنخاطب الستات. الصنفره. الصنفره دي يا جماعه، انا كل خليه ليها عمر، بتموت بعد العمر ده، فبيبقى جلدي وبشرتي عليها خلايا ميته، انا عايزه اصنفرها علشان خاطر اشيل الخلايا الميته دي وابدا احفز جلدي مره ثانيه لانتاج خلايا جديده ويبقى فايتال، يبقى فيه صحه. وده دور الصنفره. لو انا بشرتي دهنيه بصنفر من مرتين لثلاثه اسبوعيا. اصحاب البشره الدهنيه بشره سميكه بتفرز دهون كتير، فبتحتاج انها تتصنفر ثلاث مرات اسبوعيا. البشره الجافه بشره رقيقه وممكن يحصل فيها حساسيه، فاصنفر مره واحده لمرتين اسبوعيا. تمام. وعلى بشره منديه ابدا ان انا بحركات دائريه، في عندي برضو خمس انواع من الصنفره. تمام. ابدا ان انا اصنفر بشرتي، وهنا بقى المفاجاه، وده مش صنفره بس، صنفره وماسك الاثنين مع بعض، صنفره وماسك. بعد ما صنفر بشرتي بالنوع المناسب، لو بالتوت، لو عندي تصبغات، المشمش للنضاره، الشاي الاخضر، الاعشاب، الزهور، كل الحاجات دي صنفرت وشي في حركات دائريه، اسيب الصنفره على وشي ربع ساعه كانها ماسك، وابدا اشطف وشي مره ثانيه. لوجود بقى البيز بتاعها، الكولاجين والزبده الشايا زي ما قلت، والفيتامينات المغذيه للبشره، مش هتنشف البشره، بالعكس، ده انا هاجي اشطف وشي بعد ربع ساعه هلاقي بشرتي طريه جدا، هلاقيها مش محتاجه بعد الصنفره ارطب. تمام. لا، هي صنفره وماسك في نفس الوقت، الاثنين. طيب، مع بعض. يفضل ان انا اعمل الصنفره دي يوم ما اكونش خارجه فيه في الشمس؟ لا، انا عن نفسي ممكن بعملها الصبح عادي. يعني انا مثلا بشرتي حساسه مثلا، بعمل مره واحده او كل خمس ايام عادي، بعد ما بغسل وشي الصبح ببشره منديه ابدا اصنفر وشي خالص بحركات بالراحه يا جماعه، مش خشنه، مش يعني بالظبط. واسيب على وشي كده ربع ساعه الصبح قبل ما انزل. بنزل عشان زي ما بقول الترند الجديد النو ميك اب او الشكل الناتشرال، تلاقي بشرتك نورت وافتحت جدا وبتفرق قوي. وعندي خمس انواع من الصنفره. اخر حاجه هتكلم عنها بعد الميسلر ووتر والغسول. قبل ما اتكلمي عن الحاجه الاخر حاجه، لو انا عندي او حد من بناتنا عندهم حبوب في وشهم، تمام، يعني فتره الشباب بتبقى المساله شويه، مناسب ان انا استخدم الصنفره؟ لو على حسب الحاله، لو انا عندي اكتيف اكني، حبوب متهيجه، طبعا صعب جدا ان انا ابدا اصنفر وانا اتعامل مع بشرتي، لان انا كده بنقل العدوى من مكان لمكان. فطبعا عشان كده بنقول يتصلوا يستشيروا بارقام التليفونات اللي موجوده. وطبعا لو انا مش قادره اعمل الكلام ده، الخطوه الاخيره الصابون الطبي بتاع بينكي، عندي 8 انواع من الصابون. لو انا بقى اخر بالظبط، لو انا عندي مثلا بشره زي دي كده بالفحم اللي احنا شايفينها دي، بتعمل ديتوكسيفيكيشن، دي عظيمه. دي عظيمه جدا. انا نفسي عشان بشرتي حساسه زي ما بقول، عشان لو في اي اثار حبوب، بكتيريا، عدوى، دي بتعمل تنظيف وبتشيل السموم من على البشره. فده كده روتين البشره بمنتهى البساطه. ارقام التليفون لاي استفسار، والطلب بقى الباكج، وهياخدوا 30% يستغلوا العرض ده. في خصم 30% للي هيتصل على التليفونات او يدخل على الموقع بتاع الشراء اونلاين، وغير الخصم 30% كمان التوصيل مجانا. بالظبط. كمان في استشارات وانت بتتصلي، في فرصه ان انت تاخدي وتدي مع المتخصصين لو عندك اي مشكله، استشارات مجانيه تماما، واحنا معاهم اهو كل اسبوع علشان نغطي كل المشاكل بتاعتهم. ما قلناش بقى المنتجات دي مناسبه ان انا يعني احصل عليها او اتعامل معاها من سن قد ايه؟ من عادي، هي كلها زي ما حضرتك خدتي بالك وانا بشرحها، كلها مكونات طبيعيه. تمام. واحنا زي ما قلنا عايزين نعود بناتنا من هم صغيرين العنايه بالبشره، ونفهمها ان ده مش كماليات، انت بتهتمي بنفسك. لا، انا عايزه اقول لك على حاجه، البنات الصغيرين انا بحييهم، لان هم اللي بيخلوا مامتهم ايوه تستخدم ال 12 سنه و13 سنه. بلا يعني لما فعلا جدا. يعني انا بنتي بتهتم ببشرتها وهي اللي بتزقني. ايوه، بل بالعكس هي بتجيب لي. حرام اشوف بنت في العشرينات ظاهر عندها تجاعيد. حرام بجد، هتعمل ايه لما تبقى اكبر من كده؟ فاحنا عشان كده بننصحهم ونجيب لهم النصيحه لحد عندهم. دكتور انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتينا وانسينا مصادك، ما تغيبيش علينا. لا، معاكوا على طول ان شاء الله. ان شاء الله. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.